محطة نقل المسافرين في بومرداس 2023. شوفوا كيفاش داير، لمن تظهر له الصورة، شوفوا كيفاش دايرة. هذه بومرداس راهي على بعد، راهي في ضواحي العاصمة يعني بومرداس. هذه ولاية مجاورة للعاصمة. والله لا أن في طرقات في غزة أحسن منها. غزة المحاصرة من عرب الصهاينة، من صهاينة العرب وصهاينة اليهود، في طرقات أحسن منها. هاي بومرداس وهاي المحطة، هذه باعترافهم هم، هذه في غرداية بلدية منصورة. منذ سنوات ما يعاني سكان بلدية منصورة القديمة التي تبعد أكثر من 20 كيلومتر على مقر البلدية الجديدة من عدة نقائص تنموية جعلت منهم في عزلة، ولعل من أبرز المشاكل التي يعاني منها السكان غياب قناة الصرف الصحي المنتشرة في هذا المكان. أنا من أحد من ساكني هذه المنطقة، هذه منطقة ريفية، وفي الأصل منطقة فلاحية معروفة كونها منطقة فلاحية بامتياز، ولكن اليوم رانا نواجه واحد بعض المشاكل اللي تحول بيننا وبين بين بين مزاولة نشاطنا الفلاحي. هذه مشكلة الصرف الصحي راه عندها سنوات، رانا نعانوا منها من مدة طويلة. أيوا قلت لك مثل الزيكو، مراكز الريح الغربي هذا، إلا نطيقوا ندخلوا لهم للضايع، ما نطيقوش ندخلوا لهم للضايع. إيه وما لم يكونوا في أسرع وقت، في أسرع وقت يتاجوا له يخدموه لنا. صحيح يعني كاين، ولكن راه كاين والله الاختلالات كبيرة. يعني ما زيغو لزيغو يعني أو زيغو بالدارجة. هذه المياه القذرة مش برك تمنحهم على الفلاح، إنما هذه المياه القذرة تدخل لباطن الأرض، وكثير منهم حافرين أبيار يعني بير يعني الحاسي، فيختلط الماء القذر ماء لزيغو مع مياه الشرب، وبعضهم اضطر انه يدير الفلاحة ما عندوش خيار، فتخرج الفلاحة بمياه زيغو. هما اصلا كاين فلاحين ما لا يرعون الله ولا يرعون الانسان، يسقوا بمياه زيغو، وهذه معروفة واثبتت دارت ضرر رهيب لكثير من الناس. لكن هنا ما عندوش خيار، لانه كي يحفر البير الماء نتاع الزيغو وين يتسرب؟ يتسرب تحت الارض، معناه يختلط بالمياه الحلوه، المياه اللي هي تاع الشرب ونتاع السقي اللي خرجوها الناس من الابيار او من الحاسي. وهذا الوضع راه في مئات المدن والقرى، مدن احياء كامله احيانا تجدها بالزيغوات هكذا، قرى وتشور، هذه حدث ولا حرج. اسمع هذه واش تقول. اليوم 22 جانفي 1923 يوم الحد، واني ما عنديش القاب. اليوم 22 جانفي 1923 يوم الحد، واني ما عنديش الغاز. ها ما عنديش غاز دوبيل، نسخن شويه ماء. ها باش نسخن يديا. يا ربي ما يصبش الثلج، نتوما تقولوا كون غير يصب الثلج كون تخلص لينا كره هذه تاع الغاز، كون راح يجيب لي نبقى انا بالسفرونس تاع الغاز وتاع الغاز. يا ربي ما يصبش الثلج يا رب. هذه طبعا سمعتوها في البدايه، قالتها 923، مانيش عارف لا قصدتها ولا ما قصدتهاش. على كل حال مش بعيده على 1923، صحيح احنا في 2023 لكن مش بعيده على 1923 والمعيشه اللي راهي عايشتها. هذا الموضوع تاع الغاز لما قلناه، وقلنا بأن الغاز إذا جاء مع أنه اشتراه ما جاش بارد، يعني راهو إلا هذه الأيام اللي فاتت، ممكن 10 أيام ولا اللي فاتت بدأ شوية ثلوج وأمطار، أما بقى من قبل راه كاين بالعكس، كان هناك حتى كان هناك يأس، وكانت الناس دير في صلاة الاستسقاء، ما فيش مطر، حال سخون تقريبا، يعني كانك راك في الربيع. في أغلب المدن في الجزائر أكثريتها ما فيش أمطار، في أكثريتها ما فيش ثلوج حتى وين مالفة تصب، إلا في هذه العشر أيام الأخيرة والحمد لله. وإلا الصيف هذا، مع ذلك الصيف هذا راح يكون صعب كثير على الجزائريين في قضية المياه، صعب وصعب وصعب جدا، ربما أكثر من كل فترات الصيف السابقة.
هذه إذن لما قلنا لهم بأن مع ذلك راه الغاز راه عليه أزمة يعني في كثير من المدن، مش في كلها لكن في كثير من المدن وفي كثير من المناطق. خلينا نشوفوا إحدى هذه المناطق أيضا تاع الغاز. شوف هذا، شوف هذا. ولا يحشم ولا يدرك وجهه مسكين، خايف يقولوا له ما عطيت لناش ومن هنايا، ولا مول ديبو دروك اكثر من المسؤول، شغل ينتقدون اكثر من المسؤول. ها ناو شو ابراهيم ساكت ابراهيم، انا في المعاناه قالوا له حضارين وقالوا له مش لاقي مول سخس. اي والله الله يحفظك، صوره هي تهضر. ها شوف حتى دراري لو كان راه الناس قادرة تصور. أنا من هنا مرة أخرى أقول للناس اللي يخاف والله يصور وما تخرج صوتك، وبعثوا لنا الفيديوهات حنا نخرجوها على الأقل. هذا أقل شيء يقدموه للبلاد، وهو أن نفضح الكذب نتاعهم والإجرام نتاعهم الذي لا يتوقف. والله ما ذهب واحد للجزائر وتحدث معايا أو تحدثوا مع أصدقاء وخبروني إلا قال لك أن البلاد راهي تهوي في هاوية لم يسبق لها مثيل. حتى اليوم شبهها لي واحد اليوم أو الله أمس، قال لك سوريا بدون حرب، قال لك في بعض الحالات رانا سوريا بدون حرب، من طرقات المكسرة، من الفوضى الموجودة، من نقص الأشياء، نقص الحليب، الغاز، الزيت إلى آخره. لكن الخطاب تشوفهم في التلفزيونات، وهذا اللي يزيد يزعج الناس بشدة. هذو اللي مشامشية كما يسموهم أصحاب سطيف، هذو اللي كاشيريس، هذو طبعا دائما موجودين ويحسنوا وخلي الناس هذا يزيد الغضب. خلينا نسمع واحد من هذ اللي كاشيريس طول عمره هو ينهب من الخزينة العامة طول عمره. واحد من اللي كاشيريس الفرنجية هذا. المؤسسات ودعم مسار الإصلاحات التي باشرها السيد رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، والتي باركناها ونباركها ونلتزم بها من أجل بناء جزائر قوية مزدهرة ومستقرة، لأننا نؤمن بأن جزائر اليوم تحتاج إلى تضافر الجهود ورص الصفوف نحو معركة البناء أساسها العلم والأخلاق لتنطلق الحياة الاقتصادية والاجتماعية التي يصبو إليها العلم والأخلاق. هذا المتحدث يقول أنه اسمه رئيس حزب المستقبل، يعني إذا راني ذكرتي مليحة بقى واحد العشر سنين ولا 12 سنة في الجامعة يردوبلي، وبعدين حطوه على رأس حزب، وحتى كانوا داروا به كانوا داروا أرنب في فترة الانتخابات ما يسمى انتخابات الرئاسية. نهب غير مسبوق، ومش فقط نهب، بقى في هذه الفترة وكان على أساس في واحدة من النقابات الطلابية، وهذه النقابات الطلابية الرسمية هذه كلهم مجرمين إلا من رحم ربك، بقى فيها وكان فساد عارم، فساد عارم ساهم في اغتصاب الجزائريات بشكل فظيع. يتحدث عن العلم والأخلاق، طبعا جزائرهم الجديدة جزائر تبون وشنقريحة، كان معاهم في التسعينات وكان معاهم أيام بوتفليقة وكان معاهم كما هي كل المجموعة. 90% من المسؤولين اللي راهم اليوم كانوا في زمن بوتفليقة، 90%. وتستطيع أن تقول على الأقل يعني اللي ما ماتوش حوالي يعني اللي بقاو في السن أكثر من 60% كانوا في التسعينات بشكل أو بآخر موجودين، واللي راح جاب ابنه أو بنته. راهي فيه توريث للمناصب وتوريث للقاضي يجيب بنته يديرها قاضية، المحامي يجيب بنته يديرها محامية، وإن كان المحاماة هي عمل يبقى دائما عمل حر، لكن القضاة، الإداريين، الدبلوماسيين، العسكر، البوليسية، الجمارك، في كل مكان أصبح التوريث رهيب. وقد يكون بنته ولا ابنه ما عندوش حتى البكالوريا،
أو ما عنده حتى شهادة، أو جاب شهادة نتاع تايوان، أو كل هذا ما يهمش. ولذلك غرقت البلاد، غرقت بكل ما تعنيه الكلمة، وراهي تغرق أكثر فأكثر. ولذلك هذا الوضع يا إخوان، رانا متجهين للحيط، ورانا متجهين للواد، رانا متجهين للكارثة. أقل شيء نحن ندعو للتغيير السلمي، أقل شيء الناس تعاود ترجع وتتحرك سلميا قبل فوات الأوان. تضطهد، تشرد، تسجن، خوفوك إلى آخره، خير من تغرق البلاد وانت فيها وولادك فيها وأهلك فيها إلى آخره. أم البواكي، صدق أو لا تصدق، العصر الحجري ديالك وكان هكا وكان قطعوا هذيك. احنا في العصر الحجري، اللسان يعجز عن التعبير. السلام عليكم عمي. قرب شو راسك عمي، لازم شوي جاي عمي، لازم شوي جاي. اخرج، ما يقدرش يخرج برزاق، ما يقدرش يخرج، شوي جاي. مريض، جيك مريضة، مريض ما يقدرش يخرج، لازم زاكي. عطيت طارش، ليش طارش يا سيدي؟ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. شوفوا خوتي شو الحالة هذه، مسكين. شو وين عايش؟ شو وين عايش خوتي؟ شو لا حول ولا قوة إلا بالله، الله المستعان. لا نجيبهم، كنقول نجيبهم الكامل، ما تخافش. الله المستعان. عقود ما قبل التشغيل لولاية جيجلي يحتجون المطالبة بحقهم في الإدماج المهني. الإدماج دون الإدماج حق المشروع حسب القرار التنفيذي. أنا مواطنة راني نخدم في وطني، شهادتي مهد الدولة الجزائرية، يدي رئيس الجمهورية تبون، أدامك الله فوق رأس الجزائر جميعا. نقول لك يا تبون، انظر وأفصل في قضيتنا. أين وعدك يا رئيس؟ انتخبنا عليك وحطيناك أنت هو اللي تخدمنا وتخدم البلاد هذه. من فضلك يا رئيس، انظر وأفصل في قضية عقود ما قبل التشغيل. نحن نعاني من كل التعسف، نعاني من القهر، نعاني من القصف، الظلم، نعاني من فسخ العقود وطلب السيدية. نحن كلنا ضد السيدية، نحن نرفض السيدية لأنها لا تضمن مستقبلنا. نطالب بإدماجنا في القطاع العمومي أو الإداري، وليس كما يريدونهما. استعباد، عبودية، عبودية في القرن 21، وتقول له رانا انتخبناك وباش تحل، راهو يحل في المشاكل بصح نتاعو ونتاع الأسرة ونتاع الجنرالات، تاع الوزراء، تاع الولات، تاع كبار السراق اللي يسموهم رجال أعمال. نعم راه يحل لهم في مشاكلهم، يزيد لهم في الأموال، يزيد لهم في الأراضي، يزيد لهم في الشقق، راه هذه تتحل ما كاش مشكل. نتاع الكاشيريست اللي مرة يتبرعوا لهم أيضا. أما أغلبية الشعب فإن المعاناة تزيد، وأنتم تعرفون أن الوضع اليوم هو أسوأ من الوضع اللي خرج عليه الشعب الجزائري ضد بوتفليقة قبل حوالي 4 سنوات. أن الأوضاع ساءت وساءت وتسوء بشكل كبير. ممكن هذوك تاع 1-2-5% مستفيدين، هذوك ما كاش مشكل، هذوك دائما موجودين والمستفيدين إلى آخره. الذباب اللي يدفع له 2 ملايين ولا 3 ملايين باش يخرج ويسب، هذوك موجودين وستجدهم دائما وفي كل مكان. لكن الأغلبية العظمى من الشعب الجزائري، وبدون أدنى مبالغة، أكثر من 90% من الشعب الجزائري يعاني معاناة مرة. حتى اللي لبس عليهم، حتى اللي عندهم ثراء أو عندهم غناء سواء سرقوه أو ورثوه، حتى أو خدموا عليه، حتى هؤلاء يعانون معاناة مرة. المعاناة في المستشفيات، المعاناة في المدارس، يعني مئات المدارس يا إما توقفت، يا إما توقفت جزئيا، يا إما التلاميذ ما دخلوش بعد هذا الموجة تاع البرد، لأن ما فيهاش مرات، مش فقط ما فيهاش مدافئ، النوافذ مكسرة، شبابك مكسرة، الباب ما يتغلقش،
السقافي طاح عليه الماء. خلينا من قضية المدافع. في بعض المدارس اللي خاصة بهم واللي قريبة منهم هذيك ما كاش مشكل، أو ربما تجد مدير يحب يأكل حلال ويخاف من مولاه قبل الإنسان، يجتهد واجتهد لسنوات باش جاب الغاز وجاب يشتغل شوية يجيب البيبان، ومرات يطلبوا من الأسر باش يتبرعوا باش يخدموا نافذة. وراه الميزانية، ميزانية الشعب اللي تصرف المفروض على المدارس أين هي؟ لحقت للمدارس، بعد المستشفيات لحقت للمدارس، مستشفيات في كثير من الأماكن روح جيب، روح شري الدواء من برا، روح جيب الإبرة من برا، روح جيب الخيط من برا، هذاك تلقى الطبيب أو تلقى المختص. في بلد نسبيا غني، في بلد مليء بالثروات البشرية والطبيعية والمادية، في بلد هو عاشر بلد في مساحة في العالم، في بلد هو في قلب العالم. ما راناش في أطراف الأرض، ما راناش في أندونيسيا ولا في اليابان ولا في كوريا الجنوبية، مع أن هذوك راهم بعاد علينا كثير، لكن هذوك راهم يوجدوا في أطراف الأرض، حيث الزلازل، حيث العواصف، حيث على سبيل المثال. ما راناش من جهة زيمبابوي وجنوب إفريقيا إلى في طرف الأرض الآخر، ما راناش من جهة بيرو ولا من جهة الأرجنتين ولا طرف الأرض الآخر، رانا في قلب العالم. البحر المتوسط هو قلب العالم، ونحن نطل على البحر المتوسط، ومع ذلك معاناتنا تكبر كل يوم وتزيد كل يوم أكثر فأكثر. شغلهم الكبير هو القهر، قهر الأحرار، قهر الحركيين. ومن هنا وجه تحياتي الخالصة لأحرار البلاد اللي راهم في السجن، في سجن المعتقلات، في معتقلات الجنرالات، أو في السجن الكبير اللي هو الجزائر ككل، لأنها أصبحت سجن، أصبحت سجن اللي عنده ضمير، اللي عنده إحساس، اللي يحس بالآخرين حتى كي يكون لبس عليه. بعض إخواننا الأفاضل كي يتكلموا معايا أشعر بألمهم، كيفاش يتعسروا، كيفاش يتألموا مما آلت إليه البلاد. بعضهم لبس عليه، هو شخصيا لبس عليه، لكن لما آلت إليه الأوضاع والفقر والطلبة والسرقة، وطبعا زادت الجرائم بشكل كبير، والطرقات المهدمة، طيح شوية أمطار تغرق المدن وتغرق الطرقات والبراجات، ويقول لك مساكن هذوك اللي في البراجات تشعر به أنه جاي من ما قبل التاريخ، مجوعينهم، يجي مار على البراجات كان يقول أعطينا قرعة ماء فقط، خاصة في أوقات الحرارة. كثير من المرات ما يدولهمش الأكل، أو يدولهم ناقص، أو يدولهم متأخر، وتلقاه حاطينه في براج 12 ساعة 24 ساعة بايت في البراج. كاين اللي راه يشعر، قال لي واحد مرة، قال لي نشعر أني ولدت في البراج، يعني قال صديق ونقل لي الكلام، وقال وكأننا ولدنا في البراج من شدة المعاناة نتاعهم ساكن. ولذلك أنا نقول لإخواننا كي تمروا عليهم، خاصة تاع الجنود، لكن حتى تاع الدرك، حتى تاع الشرطة، اللي يكونوا براجات هذو اللي يسموهم تاع بيرمانون، هذو اللي دايمين، كونوا معاهم لطيفين، واللي عنده ما يمد ما، واللي عنده أكل يمد أكل، واللي عنده، لأنهم راهم مستعبدين هؤلاء. طبعا نحن نرفض الطريقة اللي يشتغلوا بها، لأن الرزق هو الله، وبقائهم عبيد عند هاد المجرمين راهي جريمة، لكن مع ذلك يبقوا إخواننا ويبقوا بشر.